السلام عليكم، صباح الخير جميعا. في البداية حابة أشكركم على حضوركم اليوم معنا في لقاءنا السادس الـ ICA Society. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الفعالة بين خبراء، خلينا نقول خبراء مكافحة العدوى في مناطق المملكة، وفرصة جدا ثمينة لتبادل التوصيات من خلال مقيمين معتمدين في مجال مكافحة العدوى. عشان من الأخير إحنا الهدف من هذا اللقاء والآيكو سوسايتي علشان نحسن من جودة تقييم المنشآت الصحية ونضمن بيئة آمنة لكل المرضى والممارسين الصحيين في القطاع الصحي. اليوم نتشرف حضوركم لهذا اللقاء، والذي تستضيفه منطقة الرياض مشكورين، وإن شاء الله يكون حضوركم الفعال ومشاركتنا باستفساراتكم في آخر اللقاء تحقق رؤيتنا المشتركة. Good morning everyone. We are pleased today to present the ICA Sixth Society Meeting, which aims to enhance the collaboration and active participation among the infection control experts across the region of the kingdom. This meeting provides a valuable opportunity to exchange recommendations from auditors in the field of infection control, which in turn improves the quality of evaluation and contributes consequently to ensuring a safe environment for both patients and healthcare workers. We look forward to welcoming you to this event hosted by Riyadh Region by the IBC programs, hoping that your active attendance will contribute to achieving our shared vision. حياكم الله جميعا. حياك الله أستاذ حسين الرشيدي، مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع وزارة الصحة بالرياض، أستاذ ريهام الزواد، مدير إدارة البرامج في فرع وزارة بمنطقة الرياض. حياكم الله جميعا. المايك عندك أستاذ حسين. صباح الخير جميعا، واهلا وسهلا بالجميع. في البدايه صراحه اود شكر الاداره العامه مكافحه عدوى المنشآت الصحيه قياده زميلي القدير الدكتور خالد، وكذلك يعني القائمين على برنامج الايكا سواء في الاداره العامه او في الاداره لدينا. صراحه مثل هذه المناسبات جميله مشاركه الخبرات مع الجميع. ربما ذكر التحديات والتوصيات من قبلنا غير كافية، لذلك يعني مثل هذه الاجتماعات ومشاركة الجميع بأفكارهم وتوصياتهم بتكون جل اهتمامنا. يعني الهدف احنا ودنا نسمع من الجميع، واحنا في قارب واحد الهدف التحسين. ما في شيء بذكره، ان شاء الله الزملاء القائمين على المحاضرة بيتكلمون واحنا في صدد السماع من جميع المشاركين. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية أستاذ حسين، شكرا لك، شاكرين لك حضورك اليوم رغم انشغالك واجتماعاتك اللي عندك في منطقة الرياض. أستاذ ريهام تفضلي، حياك الله. شكرا لك أستاذ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريهام الزواد، مشرفة برامج التقييم الإشرافي والذاتي بفرع الوزارة بالرياض. بداية أحب أشكر مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى دكتور خالد لينزي، أشكر مديرة البرامج التقييمية أستاذة أحلام العمري، ومدير إدارتنا أستاذ حسين الرشيدي، وشكراً لإتاحتكم الفرصة لإدارتنا للمشاركة بهذا اللقاء اللي إن شاء الله بيكون له الأثر والدور لتبادل الخبرات والإنجازات بالبرامج التقييمية. أشكر الحضور على اهتمامهم وحضورهم، أشكر فريق المميز، أشكر فريق المقيمين داخل الإدارة وخارجها. بداية العرض إن شاء الله بيكون نظرة عامة على برامج مكافحة العدوى التقييمية في منطقة الرياض، ولمحة عن لمحة بالأرقام والأناليسس للسنوات الأربع السابقة، مناقشة التحديات الرئيسية، تسليط الضوء على الإنجازات والتحسينات، في النهاية بيكون فيها الريكومنديشن وأوبن ديسكشن. الهدف من البرامج التقييمية التأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية ومنع انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية من خلال تطبيقها بجودة وفعالية في التقييم. عن طريق Approved Evaluation Form معتمدة من International Standard.
السلايد هذا اللي هو الانفكشن كنترول اوديتنج بروجرام النمبرز، بالنسبه لي هذا السلايد او هذه النمبرز هي التشالنج والانجازات في نفس الوقت. يعني انها تشالنج لو حصل فيها اي خلل في المانجمنت، وهي انجاز لو ان شاء الله بحمد الله تكون تم. هذا بوضح هنا المستهدف من المنشآت الصحية لجميع برامج التقييم الإشرافية هو الذاتية، بالإضافة إلى المشاريع التابعة لها. بالنسبة للآيكا هوسبيتال، المستهدف منها 91 منشأة بمعدل زيارة 182 زيارة سنوية. الدايكا 10 مراكز أسنان بمعدل زيارات 20 زيارة سنوية. الدياليسيس سنتر 11 مركز معدل زيارات 22 زيارة سنوية، بمجموع 224 فيزيت بيرير. السلف أديتنج بروجرام المراكز الصحية 126 ريبورت، عدد الريبورتات المدخلة سنوياً 252. الهاند هايجين عدد المراكز عدد المنشآت المستهدفة 82، وعدد الريبورتات المدخلة 164. الركائز برنامج الركائز الأساسية، العدد المستهدف من المنشآت 87 بمعدل 348 ريبورت سنوياً يكون مدخل. الحماية برنامج الحماية التنفسية المستهدف منها 87 منشأة، عدد الريبورتات المدخلة سنوياً 348، معدل 1112 ريبورت بيرير بالنسبة للبرنامج برنامج السلف أسسمنت. المشاريع الأوبتيدنت يستهدف عدد 150 مركز خاص وبرنامج التأهيل 3 مراكز بمعدل. بالنسبة إلى مراكز الأسنان الخاصة تتم زيارات بمعدل 300 زيارة سنوية، أما التأهيل فهي 6 مراكز سنوية. فريقنا في إدارة مكافحة العدوى مكون من 5 مشرف البرنامج وأربع أعضاء. أما فريق الأوديتر نمبر فهو عبارة عن 18 أوديتر من فرع الوزارة بالرياض، 19 أوديتر من الـ MOH Hospital، و 17 أوديتر من البرايفت. السلايد هذا تم في السلايد هذا عبارة عن أناليسز للمراكز للمنشآت الصحية، واخترنا فيها المنشآت الـ MOH الحكومية. بسبب تعدد وتنوع المنشآت فيها المدن الطبية، فيها المستشفيات، فيها داخل الرياض والخارج، وتعدد السعة السريرية فيها من 50 سرير إلى فوق. في الشارت الأول، في الشارت الأول يظهر لنا الـ overall compliance form from 2019 إلى 2024. نلاحظ أنه في 2019 في عندنا lower compliance rate في 2019، بعدها يجينا increase في 2021، وسبب هذا الارتفاع نتيجة الجائحة كوفيد. زاد التزام الهيلث كير وركر وحرصهم على تطبيق معايير مكافحة العدوى، عشان كذا هنا بنشوف في ارتفاع من 2019 إلى 2021. في 2022 في نزول خفيف من يعني not significant decrease،
إلى 23، والسبب في ذلك اللي هو دمج قسم الآيكام مع CSSD في التولز. في عام 2024 الفيز الأول ارتفع خفيف إلى 78، ولله الحمد، وإن شاء الله القادم بيكون أفضل بإذن الله. في الشارت الثاني راح يكون فيها التوتال نمبر اوف جرين زون من 2019 إلى 2024. في عام 2019 كان عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الجرين زون هي 11 منشأة صحية. باي 2021 حصل انكريز للعدد إلى 18، بعدها إلى 22 كان مستقر. في 23 زادت المنشآت إلى 20 منشأة، في 24 زادت إلى 21، ولله الحمد سنة عن سنة قاعد يتحسن الجرين زون، وزاد بنسبة تقريبا 52.5. هنا في اناليسس للمعدلات المنخفضه خلال السنوات من 2019 الى 2024. هنا بنلاحظ انه في الشارت بنلاقي انه اقل معيار كان الى الايزوليشن روم، ايربورن انفكشن ايزوليشن بورن، ويليها الاي ام ار، هذا في 2019. في 2021 بيكون الـ ASP الأنتي بايوغرام هو الأقل انخفاض في السكورات، بعدها راح يليها الأنتي مايكروبيال ستورشيب. 2022 نفس 2021 كان الأنتي بايوغرام والـ AMR بشكل متساوي. في 2023 راح يكون الانتي مايكروبيال ستور شيب هاز ذا لوور سكور. 2024 يظل الانتي مايكروبيال ستور شيب يعني هو اللوست في السكورات، which means انه يحتاج more attention and improvement. السلايد هذا راح يبين لنا التشالنج اللي قاعد نواجهها في منطقة الرياض. أول شيء الرياض تعد من أكبر المناطق في عدد المستشفيات، وفيها تنوع للمستشفيات نان ام او اتش والجامعية والمدن. أي خلل في جدولة الزيارات ممكن إنه يعني يؤدي إلى قصور وتأخر في النسب والمؤشرات. البعد الجغرافي للمحافظات اللي حول الرياض برضو انها تعمل لنا يعني تحدي كبير. وهنا جاء دور الإدارة العامة مشكورة بالتوجيه بدعم الإدارة العامة بالتعاون مع منطقة القصيم وبيشة في زيارة المراكز المجاورة لها مثل وتيلان، الغاط، وساجر. أيضاً في عندنا slow implementation of concentration project. لا أنا the number of external auditor is 36. However, the effective number that actually visit is much less than 40% only. عندنا عدد المقيمين كما هو ظاهر لكم في السلايدات السابقة 36. لكن الـ effective من المقيمين هم 14 مقيم فقط بما يقارب 40%، وهذا بالنسبة لنا تحدي. Turnover rate وال lack of IBC director وال practitioner وخصوصا في المستشفيات النائية والطرفية وال private hospital أيضا يشكل لنا تحدي كبير.
في صعوبة في إجراء زيارات المتابعة للمستشفيات ذات السكورات المنخفضة من بعض التجمعات للمستشفيات خارج الرياض. بطء أيضا تنفيذ بطء تنفيذ بعض الانفراستراكشر بروجكت في السي اس اس دي والسي اس بي والاو ار، هذه من التحديات الكبيرة اللي موجودة عندنا. غرف العزل، في أيضا عندنا صعوبة يعني تأخر في القضايا المتعلقة بالبنية التحتية في بعض المستشفيات، مثل عدم توفر غرف عزل أصلا، يعني عدم وجودها بتاتا، والمايكروبيولوجي لاب. في صعوبة أيضا في الالتزام بالجدول الزمني الثابت لجدول الزيارات التقييمية للمرحلة الجديدة في بعض الأحيان، وطبعا هذه لأسباب خارجة عن إرادتنا، مثل زيارات سباهي، الإجازات المفاجئة للمقيمين، مواسم الإجازات والحج. في برضو أنا تشالنج يمكن ما كتبتها، هي عدم تطبيق بعض المعايير، أما بسبب قلة الدعم الإداري أو نقص في الإمدادات. السلايد هذا هي أهم الأتشيفمنت اللي عملناها في الرياض في الفترة المؤخرة، تحسن التواصل بين منسقي مكافحة العدوى في التجمعات. أصبح لكل يعني أصبح ولله الحمد لكل تجمع assigned coordinator، وفي اجتماعات دورية تصل إلى يعني مرتين في الشهر، يتم فيها مناقشة المؤشرات التشغيلية، مناقشة معدلات الالتزام المنخفضة في المعايير للمستشفيات التابعة لهم، وما تم إنجازه في الخطط التصحيحية للبرامج التقييمية والذاتية. أيضا تم عمل نموذج تشبيهي لحساب نسبة الإنجاز في الخطط التصحيحية لكل مستشفى. في ورش طبعا الحمد لله تم ورش عمل كثيرة من 2021 إلى 2024 تبلغ 42 ورشة عمل. من الإنجازات اللي إحنا مستمرين عليها هي استقطاب المتطوعين، النخب من المتطوعين اللي يطلعون معنا المشاريع مثل مشروع الأسنان والدايكا، تم تدريبهم عشان يكونوا أبروفد أوديتر، وهذا مستمرين عليه على طول بإذن الله. أهم التوصيات، التوصيات هي دعم التجمعات للمستشفيات الخارجية التابعة لها ذات المعايير المنخفضة. الدعم يكون يا عن طريق مثلا تدريب، زيادة أعداد الـ IBC، توفير الإمدادات حسب الاحتياج. بعض التجمعات يجب عليهم متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية للمنشآت عامة، مناقشتها ودعمهم بنقاط الضعف، أيضا مناقشتها مع مشرفين فرع الوزارة بالرياض. الستورشيب يحتاج الاتنشن كبير وشغل كبير، مثال على يعني، وإحنا بالنسبة لنا الإدارة في تخطيط، في خطة لعمل مشروع تحسيني للعام القادم إن شاء الله، للتركيز على المنشآت الضعيفة وحصر المعوقات حسب يعني حسب السعة السريرية، 50 100، أكثر من 100، المدن الطبية، وجود المايكرو لاب إلى آخره. أستاذ حسين إن شاء الله بيشاركنا بباقي التوصيات من قبله، مشكور، يعطيك العافية. شكرا أستاذ ريهام، الله يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. حسين تفضل. الله يحييكم، شكرا استاذ ريهام، شكرا عن القائمين على البرنامج. في الحقيقة التحديات كثيرة، يعني يمكن بدت من بداية الآيكا أو البرامج التقييمية، والحمد لله يعني إحنا في تحسن، والحمد لله في إقبال على برامج مكافحة عدوى من ناحية الفالنتيرز ومن ناحية الأشياء احنا نستثمر فيهم. يعني مع احنا نقدر صراحة ظروفهم خاصة اللي يعملون معنا بالقطاع الخاص، يعني
من ناحية الإجازات وظروفهم العمل والأشياء، فلازلنا مستمرين إن شاء الله. حتى 40% الإفكتف إحنا حطينا معيار برضو للمقيمين عشان يكون فعلا، يعني اللي يكون مقيم يكون فعلا له فعالية بالعمل التطوعي في برامج الآيكا، من ضمنها أن 4 زيارات يعني مينيمم كل سيمي أنوال. عشان كذا احنا قلنا ممكن الفعالية، مع ذلك ان الزملاء الباقيين ما مقصرين، وان شاء الله احنا نستثمر ونحفز، وان شاء الله الزملاء في تعاون وشراكة سواء القطاع الخاص والحكومي. طبعا التحديات موجودة، يمكن اكثرها مالية وقيادية، لازلنا نعمل عليها. وصراحة يعني ممكن الباور بي اي وبرامج مكافحة العدوى الالكترونية أعطتنا فرصة أن نرجع ريتروسبكتيف، يعني استدي للمواضيع الخاصة من سنوات، كان بالسابق يعني ممكن مشاكل كبيرة صراحة. فحاليا البرامج الإلكترونية خلتنا نتحكم ونعرف كل منشأة الديفكت وينها، ونعرف برضو نقارن يعني بين منطقة ومنطقة أو مستشفى ومستشفى، فهذا يعطينا يعني قراءة أو تحليلية للمشاهد اللي حولنا، أو ممكن وش الميجور ديفكت. عشان كذا احنا طلعنا الداتا اللي موجوده. احنا راح نتكلم بالموضوع، لو تحطين سلايد يا استاذه ريهام على التحديات، وممكن نسمع من الجميع، واحنا معكم يعني ومع الجميع باذن الله. يعطيك ألف عافية أستاذ حسين وأستاذ ريهام، شكراً على الكومبريهنسيف سيشن صراحة ما يتعلق ببرنامج التقييم معايير مكافحة عدوى في منطقة الرياض. بس حابة أعطي أنوه على شيء كذا نوت، إنه كيف الرياض جداً عندها اللود جداً عالي مختلف عن باقي المناطق. الرياض تتكون من 91 مستشفى، تخيلوا يقيمون 91 مستشفى، عندهم دينتال سنتر الحكومية 10، عندهم مراكز الهيموداليسيس 11، والمراكز الخاصة في الدنتل أكثر من 400 و500 مركز دنتل في برايفت سنترز. فتخيلوا هذا العدد الكم الهائل، وجدا مميزين في أداء برامجهم بما يتعلق، مع نتكلم بفرع وزارة الصحة، وكل المشاركين استفادوا من ممارسين مكافحة عدوى اللي موجودين في المستشفيات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، استفادوا منهم استفادة جدا كبيرة أدت إلى نجاح برامجهم. العام الماضي أو خلينا نقول أفضل قسم مكافحة عدوى في القطاع الخاص كان في منطقة الرياض، وأفضل قسم لمكافحة عدوى في قطاع أو خلينا نقول في وزارة الصحة كان في منطقة الرياض. فأحييكم أستاذ حسين وفريق العمل، وشكرا كل جهودكم مبذولة صراحة. يعني لو أحد يبغى يكون رول موديل في مكافحة عدوى، منطقة الرياض هم صراحة رول موديل رغم التحديات الكبيرة عندهم. تفضل أستاذ حسين. أستاذ ريهام، يمكن الشاشة هذه المعروضة أرقام صراحة مهولة، لولا دعم الإدارة العامة ودعم القيادات، يعني بقيادة طبعا الدكتور خالد والزملاء عندكم في الإدارة، حتى مع ذلك إن في زيارات غيرها غير مذكورة يعني على البرامج الأخرى، وقياداتنا صراحة بالفرع الوزارة. وبرضو لا أنسى يعني أسرار خفية سر نجاحنا، اللي هم متطوعين متعاونين بالمستشفيات الزملاء، يعني كل هذه الأرقام والإحصائيات والتحسن اللي حصل صراحة بجهودهم. فيه جنود خفية سواء عاملين في مكافحة عدوى في المستشفيات أو مثلا متعاونين، كلنا نصب في قالب واحد اللي هو تحسين مكافحة عدوى، حماية المريض من العدوى، تحسين الخدمات الصحية. الله يعطيك العافية أستاذ حسين، شكرا لك. طيب نسمع من الناس، اللي أحد عنده أي استفسار أو أي سؤال بس raise your hands and we can get your question and we'll answer to it consequently. أحلام، صباح الخير، يعطيكم العافية جميعا. أذنت لي عون الكثير من الرياض، بس عندي تعقيب أهلا سريع وسهلا، كذا. تفضل تفضل. أصلا أنت أيكا أوتر وأيكا سايتي أي ومنطقة نعم، الرياض، كل شيء، كل الفاكتورز تؤدي إنك لازم تدخل. تفضل حياك. حياكم الله. طبعا سأطلع نفسي نيابة عن زميل المقيمين الزملاء في منطقة الرياض، أشكر لكم على اللقاء، ممتن جدا لإدارة البرامج الإدارة العامة لمكافحة المشاكل الصحية. أعتقد أن مثل هذه المجتمعات هي فرصة عظيمة لتبادل الأفكار والرؤى في مجال مكافحة العدوى، نستفيد طبعا من خبرات الجميع على المستوى الوطني. كل شخص منا اكيد في رحلة الايك اكيد
يعني مر بتجربة ثرية وعنده كثير من الخبرات اللي ممكن تنعكس إيجابا على تطوير البرنامج. احنا في منطقة الرياض زي ما ذكر الزملاء يعني قد نكون يعني متفردين بعض الشيء في بعض الأمور، يعني تنوع الخدمات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية في المنطقة سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو حتى المستشفيات التخصصية والمرجعية، طبعا اتساع الرقعة الجغرافية، تباعد المستشفيات على مستوى المسافات، عوامل ممكن تكون متفردة فيها الرياض إلى حد ما. صدقا هذه تحملنا مسؤولية أكبر وأعظم في إدارة البرنامج، طبعا الخروج بنتائج مرضية للزملاء في إدارة البرامج. برنامج الآيكا أنا في اعتقادي الشخصي وأنا أحد المقيمين في المنطقة قد يكون إلى حد ما هو أساس لبرامج مكافحة العدوى، هو لبنة أساسية من خلالها يعني انطلقت أعظم أو معظم برامج مكافحة العدوى. كل زيارة تعتبر تجربة ثرية ومختلفة عن الأخرى، طبعا فريق الزيارة، طبيعة المنشأة الصحية اللي تروح لها، كذلك التحضير للوصول للمنشأة الصحية. أجزم أن الجميع قد يكون متفق إلى حد ما أن برنامج الآيكا هو العين، عين مكافحة العدوى الحقيقية في يعني عطفا على بقية البرامج، أو مثلا مقارنة ببقية البرامج هو قد يكون العين الحقيقية اللي من خلالها يتم التأكد من تطبيق أمثل الإجراءات، السياسات، المشاريع، المبادرات الوطنية اللي موجودة عندنا، ضمان يعني رؤية مخرجات مكافحة العدوى من خلال ممارسات الطواقم الطبية وغيرها في المنشآت. البرنامج هذا جالس يعطينا فرصة كبيرة جدا ان ندعم زملائنا في اقسام مكافحة العدوى من خلال التقاء طبعا بالقيادات في المنشآت الصحية. يعني من خلال اللقاءات احنا جالس دائما نؤكد على دور مكافحة العدوى الحيوي والمحوري وفي اي منظومة صحية، يعني دعمهم والوقوف الى جانبهم اعتقد انها مهمة جدا من خلال اللقاءات اللي تتم مع القيادات. طبعا احنا او انا على المستوى الشخصي قد يكون هذا هو العام السادس لي كمقيم، رحله التعلم الحمد لله مستمره، مستفيدين كثير من خبرات الزملاء والمقيمين كذلك مارسين مكافحه العدوى في المنشآت الصحيه المختلفه على مستوى المنطقه. يعني كلمه شكر لكم انتم في الاداره العامه لمكافحه العدوى والمنشآت الصحيه، الحراك، المشاريع، الاستراتيجيات، الادله، المعايير على المستوى الوطني، صراحه هي مدعاه للفخر لكل المنتسبين لهذا المجتمع، مجتمع مكافحة العدوى. طموحنا ورغبتنا إن شاء الله في الوصول إلى مستويات متفردة سواء إقليميا أو عالميا، أعتقد أن الطموح يعني مشروع وهدف إن شاء الله سيتحقق بتكاتف الجميع. إحنا طبعا في مكافحة العدوى يعني أود أن أؤكد على الهدفين الاستراتيجيين اللي قائم عليها برنامج التحول في القطاع الصحي في المملكة، وتتمثل في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية، كذلك تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وأعتقد أن هذه هدفين استراتيجيين مهمين جدا وإحنا جزء من هذا الهدفين في تعزيز إجراءات مكافحة العدوى في منشآتنا الصحية. أكرر لكم شكري وامتناني وبارك لكم طبعا في مجتمع مكافحة العدوى الهوية البصرية الجديدة، تحمل طبعا معاني سامية رائعة جدا، المعرفة، الوعي، الالتزام إلى الوصول إلى مجتمع متحد مستقل ومستقبل أكثر صحة وأمانة. يعني ما ودي والله أستأثر بالحديث، حبيت بس من خلال الإطلالة يعني أشارككم بعض الخواطر وأرجو لكم يعني دائما التوفيق، ودنا والله كذلك نسمع من الزملاء اللي موجودين معنا في المناطق المختلفة. شكرا لحنا تحت فرصة. الله يعطيك ألف عافية أستاذ عون، شكرا لكلماتك. وحقيقة إحنا يمكن كان الهوية اللي أمس صدرت أو شرحها كان تمثل المجتمع حق مكافحة العدوى، اللي إحنا دورنا في مكافحة العدوى بس أو الإدارة العامة بس فقط نبرزها، ولا الدور كله كامل والجوهري والخط الأول أساسا وأساس اللبنة هذه من ممارسي مكافحة العدوى في المناطق والمحافظات. الله يعطيك العافية على كلماتك المحفزة وشكرا لك. يمكن دكتورة نغم، دكتورة نغم تفضلي، حياك الله، المايك عندك. السلام عليكم، الله يعطيك العافية، شكرا أستاذ أحلام، شكرا لمشرفة برنامج الأيكا في مدينة الرياض. طبعا أنا يعني الرياض من أهم المناطق، يعني اللي أنا أعتبرهم منافسين لمنطقة جدة بصراحة. الله يعطيك العافية دكتورة، شكرا لك. دكتورة أنت إيه معلش، بس إنه وقتها يعني شكرا على الاجتماع، وبصراحة هذا الاجتماع دائما ننتظره لأنه من جد من الاجتماعات المريحة البناءة اللي الواحد كده يعني يسمع وما يكون في ستريس ولا يكون متنشن، ويبغى يسمع الجديد في المناطق وبيسمع بكل أريحية، يعني مو زي الاجتماعات اللي فيها ستريس وتكون يعني
فيها شد يعني شوية بصراحة. شكرا لك يا أحلام، شكرا للدكتور حسين، شكرا لمشرفة البرنامج أستاذ عون وجميع مقيمين الأيكا في المملكة، والله يعطيكم العافية. شكرا دكتورة نغم على مداخلتك، الله يعطيك ألف عافية يا رب. حقي زي ما ذكرتي هي هذا اللقاء ممكن شيرينج اكسبيرينسز ومشاركة تحديات وحلولها اللي كانت من قبل أي منطقة، وكيف إنه هذه من خلال مشاركتنا لهذه الحلول إحنا نحسن من أداء تطبيق برامجنا، وكيف إنه نضمن بيئة آمنة وسليمة لمرضانا ومراجعينا وممارسينا الصحيين ومن خط الدفاع الأول. يمكن أستاذ حسين إذا عندك أي إضافة تفضل. لا بس بالغلط والله، بس أترك الجميع إن شاء الله نسمع منهم. تمام، الله يعطيك العافية. نشوف استفسارات إذا في أحد عنده أي استفسار. If you have any inquiry or question, you can raise your hand. أستاذ عبد الرحمن القحطاني تفضل. السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام. طبعا كلمات الشكر ما توفيكم حقكم استاذ احلام، استاذ حسين، ريام، الكل ما شاء الله تبارك الله، انتم دائما متعاونين وداعمين. طبعا اعرف نفسي عبد الرحمن القحطاني، مشرف اكسترنال اوديتور في برنامج الاوتيدنت. بالنسبة لنا فيه معوقات، ويعني بس بختصرها بحاجتين. إن دائما الثلاثي أحيانا عندنا فيه مشكلة في المراكز اللي بنروح لها، والمراكز عددها ما يعني ما يخفى عليكم إنه كبير، فمحتاج إذا فيه باج دائما يطالبوني الأوديترز إنه يكون فيه باج معاهم. وهذا اقتراح يعني ودي أوصله لكم أساس إنه نعمل عليه إن شاء الله. شيء ثاني بالنسبه للاوديترز، برضه انتم عارفين انه في فرنتيرز يعني اغلبهم في الاوبتيدنت بالذات، ف يمكن نحتاج نحفزهم لانهم جايين من برايفت سكشن يعني اغلبهم، فما عنده وقت اغلبهم داوم مساء يعني، والمراكز الصحيه المراكز البرايفت الاسنان دوامها مساء في تعارض مع وقت الدوام عنده. فلو سوينا لهم محفزات أخرى زي دخلوا في برامج نعطيهم أفضلية في دخول بعض البرامج، وهذا هذه الاقتراحين. وفي أشياء ثانية ممكن نتكلم فيها عند الإدارة نفسها مع الأستاذ حسين إذا ناسب الوقت في أي وقت آخر. وسلامتكم. الله يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن، شكرا استفساراتك راح أجاوبك عليها، بس يمكن أستاذ حسين رافع يده، تفضل أستاذ حسين. قدر صراحة جهود الزملاء في الأوبتيدنت، وإن شاء الله يعني حريص إن شاء الله أن نعملهم يعني الأشياء اللي يقدمونها، وراح إن شاء الله يعني يرسل اليوم أو بكرة يعني استبيان الجميع، يعني عشان لو كان إحنا عملنا على المقيمين استبيان التحديات اللي عندهم والتوصيات، وكذلك راح نعمل على الأوبتيدنت، وإن شاء الله اللي أقدر عليه بيدي أو راح نعمل عليه إن شاء الله نحقق لهم بإذن الله إن شاء الله. فيما يخص البطاقات أحيانا ممكن أنا تكلمت عنها عشان ليجل وايز يعني ممكن إصدارات المنظمات، فلا أزال يعني عندنا مع المدرية والمنطقة آلية شغالين عليها، نحاول كيف نصل أي مقيم من عندنا أو بالتنسيق مع الإدارة العامة، وإن شاء الله يعني نحقق أهدافهم. الله يعطيك العافية أستاذ حسين. صحيح، يمكن الباتشز زي ما ذكر أستاذ حسين أكيد راح تكون داخلية من عندهم، راح يلقون لها حل، ومعانا إحنا في أي حاجة يحتاجون دعم فيها إحنا معاكم. بخصوص الترينينج، والله يا أستاذ عبد الرحمن إحنا أي ممارس مكافحة عدوى شغوف طموح نقبله بغض النظر عن مدى مشاركتك متطوع في أي مشروع أو لا، فما بالك إذا كان متطوع وعطاؤه حتى بعد أوقات العمل. فبالعكس أي أسماء حابين نضيفها أو إنكم حاسين إنه هم تستحق برسالة ترى على الخاص فقط، صدقني راح ان شاء الله نقبل وندخل البرامج التدريبيه اللي يحبوها. احنا يمكن مشاريعنا الاوبتيدنت والاي كير اكتشفنا انه في ابطال من مكافحه العدوى في هذه المنشات اللي هي لها خصوصيه يمكن نوعا ما مختلفه عن باقي المنشات، دخلناهم برامج تدريبيه، يمكن دخلنا 7 منهم هذه الفتره، لكن البرامج التدريبيه مستمره. وبالعكس ارسلوا لنا بس اي ممارس مكافحه عدوى عنده شغف وطموح وحاب يكمل، بالعكس احنا ناخذ بيده ونكمل ان شاء الله معاه لاخر مشوار بحيث انه هو يحقق طموحه واهدافه. ف
فأبشر من عيوننا، بس أنت أرسل لنا، وأستاذ حسين أكيد ما راح يقصر، أرسل لنا أسماء الناس اللي يشوف يرى فيهم إن هم معطائين في مكافأة عدو، وإحنا راح نتعاون معاه بإذن الله وندخلهم كل برامج تدريبية. إذا سمحتوا لي بس تعليق. تفضل. أي. أول شيء أنا أشكر بالنسبة للأستاذ حسين، ما يحتاج دعم لنا من زمان، وأنا لي شخصياً من الناس الرائدين لي أنا شخصياً، فما بالك بالناس كلهم يعني اللي اشتغلوا معنا. أستاذ حسين ما يقصر دائماً، هذا شيء، هذه شهادة لله، وهذا لازم نقوله. أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن. أي نعم. يزيد فضلك. أنا كنت أتكلم بخصوص بالنسبة للأستاذ حسين، ألف شكر دائما، هو الشكر ما يوفي حقه صراحة، دائم لنا كلنا ولي أنا شخصيا والله بالصفة خاصة، أنه ما قصر معي من زمان يعني، وهذا الفضل بعد الله يعني له فضل كبير علي أنا شخصيا، فالشكر ما يوفي حقه، لكن معانا ناس حنا نبغى ندعمهم برضو زي ما أنتم دعمتونا أستاذ أحلام، نبغى برضو نحفزهم شيء، هذا بس هذا الهدف، ما لا اقل ولا اكثر. ابشر ابشر، بس انت وصلنا جميعا، الله يعطيك اسماء هذه الناس، وابشر استاذ عبد الرحمن، بس وصلنا باسمائهم، ابشر ابشر ان شاء الله، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. يعطيك رب، شكرا لك. انتظار يمكن بقيت استفسارات، بس يمكن انا لاحظنا في الاوفر اول كومبلاينس الانفكشن كنترول ستاندرد في الرياض، اذا شفنا انه الاوفر اول 78%، اذا لاحظتوا انه 78% في الرياض، تخيلوا على العدد المهول في المستشفيات، الاوفر اول كومبلاينس عندهم 78، هذا ندلدل على دقه التقييم وجوده التقييم. فعشان كذا يمكن بعض المقيمين لما نرسل لهم تقاريرهم انه فور فيردر ايفالويشن اند فيريفيكيشن اذا سكور يستحق المنشاه الصحيه او لا، يمكن يتحسنون يزعلون مننا، لكن هذا السيستم هو عشان نتحرى الدقه في التقارير الخاصه بالايكا. ولو لاحظتوا ان الرياض الاوفر اول عندهم 78%، فيعني سكور مره جدا دقيق لما نقارنه مع باقي مناطق المملكة، وخصوصاً الرياض فيه عنده أكبر عدد مستشفيات. فإذا أحد عنده استفسار كمان، أستاذة أماني تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشتغل صراحة في مجمع أسنان، وعندي صعوبة في تطعيم الموظفين، يعني ما لقينا للحين مستشفى أنها تمسك التطعيم الموظفين، فهل في يعني مثلا وزارة الصحة أنها تساعدنا في هذا الشيء؟ الله يعطيك العافية أستاذة أماني، شكرا لك. طيب، على لما نجوك الداعمين، أو إحنا خلينا نقول داعمين مو مقيمين، من فرع وزارة في المنطقة، أكيد راح يدعمونك في هذا الشيء، واكيد راح يساعدونك بحيث انهم يوجهونك الطريق الصح انه كيف ممكن ترفعون هذا التحدي. لكن ثقي ثقه تامه، اذا كان في التقرير كان في ديفكت اثناء زيارتهم الداعمه لكم، راح يبين انه لازم في اكشن بلان يصير، ومن خلال الاكشن بلان راح يحدون معاكم او بتعاونهم يحدون لكم مين ممكن تعاونون معاه، بحيث انه يعطون كل الفاكسينيشن او الاوكيبيشنال ريكوايرد ايمونايزيشن للهيلث كير وركرز كلهم. فمن خلال فرع وزارة اللي عندكم في المنطقة، ومتأكد راح يساعدونك بإذن الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لك. في أي استفسار آخر؟ يمكن ما في استفسارات للآن، بس يمكن حابين ننوه على أهمية، بما أنكم مقيمين وكلكم إكسبرت في مجالكم، ننوه بأهمية التقييم في أدائكم لي أو تقييم كل ستاندر خاصة بالآيكا، وخصوصا في
في يمكن واجهنا اثنين elements محددة في الآيكا، واجهنا فيها بعض التحديات اللي هي domain C خاص بالسيرفيلنس الاوتبريك، واجهنا يمكن بعض تساؤلات من المقيمين ليش منقيم هذا، ليش نحط not applicable، ليش ما نحط not applicable for this sub elements لهذا الدومين. السيرفيلنس والاوتبريك عدم وجودهم يعني انه لا يوجد برنامج فعال لمكافحة عدوى، فضروري جدا يتقيم. يمكن احنا ان شاء الله في السنوات القادمه راح نشيل الاوبشن حق الان اي، احنا ما نذكر نقول لازم في الكترونيك سيستم او حسن بلس، لكن على الاقل في مانوالي كولكشن وفي مونيتورينج للهيلث كير اكوايرد انفكشن سواء كانت ريليتد للديفايس او نون ديفايس ريليتد. الاو ام تي الاوت بريك مانجمنت تيم لازم يكون في دوكيمنت يوضح من هم التيم ممبرز حصلوا على ايدكيشن، لانه مع الايمرجنج والري ايمرجنج ديزيز او انفكشنز ديزيز اللي احنا قاعدين نشوفه حاليا زي الانبوكس مؤخرا، يتضح انه جدا مهم يكون في عندنا او ام تي مدرب على علم ودرايه، بحيث انه حتى لو اوت بريك حصل امونج الهيلث كير ووكرز يكون التقييم جدا صحيح. هذا بما يتعلق دومين سي السيرفيلنس اوت بريك. ايضا في الاليمنت الخاص بالايزوليشن، الدومين الايزوليشن بريكوشن اللي هو اليمنت 3.16 الخاص بالنيجاتيف بريشر روم، اتمنى من جميع المقيمين لما يجون يقيمون يتاكدون او يتحرون الدقه في تقييمه باستخدام الفورميلا، ومن خلالها اذا كان لا يوجد اي غرف عزل داخل المنشأة الصحية ودي ار ات ريسك لازم يتاكدون انه في اجريمنت للتعامل مع الحالات لمن يواجهونها. احنا دورنا كمقيمين داعم كونسلر، لازم يكون دورنا كثير انه احنا نتشارك معهم وضع الحلول والتوصيات للحفاظ على سلامة وامن المرضى والممارسين الصحيين داخل المنشآت الصحية. استاذ حسين يمكن ترافع يدك، تفضل. استاذ انا اتكلم على الجميع، الايكا يعني انا مدير اداره، واحيانا يجيني مثلا زملائي في مكافحه عدوى اعتراضات واشياء يعني ما يخص يعني سكورنا اقل، والله انا عمري بحياتي ما دخلت باي مقيم ولا اعدل سكور الا يكون حقيقي. ليش؟ لان السبب انا ما املك سكور ولا فريق يملكه، هذا يعني حق المريض اللي موجود داخل المنشأة الصحية، يعني اعطاء نقاط او سكور اكثر من لازم او مستشفى ليس حقه، هذا بيمنع يحرمنا من الخطه التصحيحيه اللي موجوده، بيضر في المريض. فانا حريص من هذا المنبر ان حتى زملائي بالعكس يعني المفروض اللي عاملين بالمنشآت الصحيه يقولوا شكرا انك اعطيتني ملاحظه انا اعمل عليها خطه تصحيحيه. احنا ما كلنا ما احنا بيرفكتين، حتى بالاداره عندي قصور واشياء في المستشفيات، كل الموجود عنده قصور منه ونو الناس بيرفكت، بس الهدف منا وشو؟ احنا نعمل، احنا موجودين حاليا في مكافحه عدوى، احنا نخدم مكافحه عدوى، عملنا هذا راح يكون له تاثير ايجابي على الممارس الصحي وعلى برضو المراجعين للخدمات الصحيه. النقطه الثانيه، انا اعتقد ان الكوميونيكيشن والكولابريشن مهمه جدا، يعني يمكن انا حتى انا على في الاداره انا اقوم بزياره ميدانيه لحاكي الواقع، اشوف يعني حتى برضو انا ريفيوينج يعني فريقي وش الواقع، يعني انا مدير منطقه مو بس اني ادير او ليدر، انا احب اشوف بعيني بعض الاشياء والنقاط خصوصا مكافحه عدوى واعمل دعم. من المهم الكولابريشن والتواصل مع المنشآت الصحية سواء على مستوى الـ OMH branch مع الكلوستر أو مع البرايفت أو مع الممارس الصحي اللي هو مدير مكافحة عدوى مع مديرة، فأعتقد أن كل مكان تواصل إيجابي ومناسب أعتقد بيأخذ يمكن كل الأشياء اللي ممكن نرفع الآيكا ممكن السكور أكثر من الموجود، وحنا نسعى ترى هدفنا 100 يعني حتى ما هو 78 وانا ماني راضي عنه 70، انا بالعكس ودي المناطق كلها تجيب 100 فعلا على الحقيقه. فهذه النقاط اللي اتكلم عنها اعتقد نقاط التواصل الفعال مع كل موظف مع مديره اعتقد راح يحقق اشياء كثيره، دعم سواء لوجستي او مالي. يعطيك العافيه استاذ حسين، شكرا لك. يمكن ما للان ما عندنا اي استفسارات، ويمكن هذا ندلدل على وجود التواصل المفتوح زي ما ذكرت الكوميونيكيشن از ذا كي. يمكن دكتور عبد المجيد سعاده نائب المدير العام معنا اليوم حاضر اللقاء وشرفنا. دكتور عبد المجيد المايك عندك، تفضل. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير جميعا. شكرا لكم
لحضوركم وشكرا للزملاء بفرع الوزارة بالرياضة على إبداعهم الغير مستغرب عليهم الأمانة. يعني التحديات اللي بالرياض كثيرة جدا، لكن ما شاء الله الزملاء يعني صراحة بحسن إدارتهم وقيادتهم للحدث بالرياض يعني كانوا على قدر التطلعات ما شاء الله. يعني منطقة يكون عندها أكثر من 1300 تقرير بالسنة يوصلها وقادرين على تحليلها والتعامل معها وتحليلها الفني. يمكن أنا شدني كثير يعني كلام أخوي حسين لما ذكر أنه يعني أهمية التقييم في مكافحة العدوى. يعني ما يخفى عليكم يعني كان أول التوز ولا الأدوات اللي قسنا فيها جاهزية منشآتنا الصحية للتعامل مع الأمراض الناشئة والمستجدة هي كانت معايير لايك وأيضا بقية المعايير. يعني هو مش رقابة ولا قد ما أنه نقيس نفسنا، إحنا نقيس جاهزية ومتانة منشآتنا في كل معايير. أتكلم يعني من الليدرشيب، من وجود يعني أبسط الأمور، من وجود مكتب، من وجود جهاز، إلى تدريب ستاف، إلى تطبيق مكافحة العدوى في كل الأقسام. يعني كان هذه كلها موجودة في المعايير. فعلا ترى الرقابة والتحسين اللي بينهم يعني شعرة صراحة. لذلك دائما نقول المعاييرنا ما هي معايير رقابية، هي معايير لقياس الجاهزية وللتحسين فعلا. وهذه الثقافة اللي الحمد حتى بعد التحول يعني أصبحت مترسخة بشكل أكبر. أنا ما عندي والله أي إضافة قد ما أني أشكر الزملاء، خصوصا في موضوع وجود التجمعات الصحية. وبالرياض عندها يعني 3 تجمعات، هي المنطقة الأكبر من حيث عدد التجمعات من غير المنشآت والقطاعات الخاصة. يعني كان الرياض من أوائل المناطق اللي فعلا نقول يعني طبقوا التحول وواجهوا تحدياته. الحمد لله يعني فعلا الخطط التحسينية اللي قاعد تشتغل يعني صحة الرياضة وفرع الوزارة بالرياض قاعد يقاتلون على كذا جبهة بفضل يعني بعد الله عز وجل جهودهم وحتى قدرتهم على أنهم فعلا يعني يكونون فريق حولهم. حتى إذا ما كان داخل فرع هو فريق من المؤمنين بأهمية هذا الموضوع من المتطوعين والخبراء زي ما طلع زميلنا عبد الرحمن وذكر ذلك. كل الشكر لهم. وأنا متأكد زي ما في اليوم نجوم بالرياض، أنا متأكد كل فروع الوزارة بالمملكة هناك نجوم أخرى ومبدعين. كل التوفيق لكم ومنها الأعلى إن شاء الله. الله يعطيك العافية دكتور، شكراً لحضورك معنا اليوم، شكراً لإضافتك الرائعة وذكرك لأهمية فعلاً وجود مثل هذه البرامج تطبيقها بشكل فعال ودعم فروع الوزارة وخصوصاً إدارات مكافحة عدوى في مناطق ولها التأثير كيف الكبير في تحسين أداء برامج مكافحة عدوى. يمكن ما عندنا أي استفسار آخر، الله يعطيكم العافية جميعاً. وطبعاً بمناسبة قرب اليوم الوطني 23 سبتمبر، حقيقة اليوم الوطني هو علامة فارقة في تاريخ الوطن، وأيضاً بصمة ممارسي مكافحة عدوى هي تعتبر بصمة فارقة في المجال الصحي. كل عام والوطن بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله لنا لقاء قريباً بإذن الله في المستقبل القريب. الله يعطيكم العافية، شكراً جميعاً.